ديروا جرون طوم ديروا جرون طوم ديروا كل مولا تسلم لينا الله سلام ما يبلغ عاشق ولا ولهان ولا راجع بعد طول عوان سلام الصدق والوفا الهلوفا بعدد نجوم في السماء والحيتان في الماء سلام الله عليكم سلام المحبة والإخاء سلام اللقاء وفي كل لقاء ارتقاء نبدأ بالصلاة والسلام على النبي عدنان بالذكر ويدوى المكان وإلى مش معنى على السلام قبل ما زال فيه شلة وفات بهزها الخواطر وتسترغاها الودان والحمد ليك والشكر ليك يا رحيم يا رحمن يا عظيم يا منان على بلاد عطاها الله سلطان يرعى الفن والفنان في المسرح المغربي إنه اليوم الوطني للمسرح والذي بدوره يخلد حدثا مميزا وذلك الحدث الأغاضي أثر المسؤولون على الشأن الثقافي والمسرحيون أن يجعلوا من هذا اليوم عيدا وطنيا مسرحيا وهي مناسبة تحرص وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة على الاحتفال بها بانتظام حيث كرستها كمحطة طارة في خارطة التظاهرات الثقافية والفنية بتنسيق مع مديرية إنه يوم للاحتفال والاحتفاء بالمسرح وبالمسرحيين وما قدموه من إبداعات جابت أرجاء الوطن منذ فجر الاستقلال إلى اليوم بل وشكلت إبداعاتهم قنطرة عبور إلى الضفة الأخرى. السيدات والسادة، إن وزارة الشباب والثقافة والتواصل وهي اليوم تحتفل بكم ومعكم في حاضرة مدينة تالنان تريد التأكيد على أنها عازمة على استكمال أوراش الإصلاحات البنيوية التي بات يعرفها القطاع الفني وعلى رأسها تثمين العنصر البشري والارتقاء بأوضاعه على كافة المستويات عملا بالتوجيهات الفلكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله التي يوليها للفن والفنانين وتكريسا لعنايته المولوية بنساء ورجال الثقافة والفن وتحسين أوضاعهم حيث عملت الوزارة على توفير الحماية الاجتماعية للفنانين كما هي في طور إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية للفنانين تنزيلا لمشروع تعميم العماد الحماية الاجتماعية الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وتمكين الحاملين للبطاقة المهنية من الاستفادة من مجموعة من الخدمات بحيث ما فتئت الوزارة تسهر على التنسيق في هذا الصدد مع كل القطاعات الحكومية المعنية سعيا منها إلى ضمان وتحقيق الكرامة التي تستحقها هذه الشريحة من المواطنين.
كما تسعى الوزارة من خلال وفي صلب استراتيجيتها الجديدة إعادة النظر في منظومة الدعم الموجه للمشاريع الثقافية من أجل أن يصبح أكثر نجاعة ويساهم في خلق طفرة نوعية تؤهلنا للانتقال إلى صناعة ثقافية إبداعية واضحة الأهداف والمعاني. ولا يفوتنا التذكير هنا بما تراهن عليه الوزارة لتحقيق أهدافها هذه من خلال سياستها الرامية إلى الاعتناء بمنظومة بنية الاستقبال والعمل على تجديدها، حيث سيتم تأهيل 150 فضاء ما بين دار الثقافة ومسرح وقاعات السينما، بما يتلائم والتشجيع على الاستثمار في القطاع كواحدة من الأولويات التي وضعتها الحكومة. والجهود متواصلة لإحداث مؤسسات جديدة مع صيانة وتهيئة وتجهيز منشآت قائمة بعدد من المدن المغربية. السيدات والسادة، إن المغرب قد دشن منذ تولي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش أسلافه الميامين عنصر تنمية مستدامة تضع المواطن المغربي في قلب اهتماماتها بما فيها قضاياه المرتبطة بالفنون والتراث والثقافة كشكل من أشكال تحسين الهوية المغربية مع الانفتاح على الثقافات الأخرى، ويحمل على عاتقه الرعاية لكل نساء ورجال الفن والثقافة. فمن خلال هذا لم تفوت وزارة الشباب والثقافة والتواصل في كل مناسبة فرصة الوقوف وقفة تقدير وإجلال وتكريم لنساء ورجال كانوا ولا زالوا فرصان الفكر والكلمة والخشبة اعترافا وعرفانا لعطاءاتهم. السيدات والسادة، وزارة الشباب والثقافة والتواصل وهي تشدد شكرها لكل الذين ساهموا في أن نلتقي اليوم هنا ونحتفي بالمسرح، فإنها ستظل تعمل جاهدة مع كل شركائها على أن يكون لهذا القضاء والقضاءات الأخرى برامج تكون في مستوى تطلعاتهم وتستجيب أيضا لطموحات الشباب في كل المجالات والميادين. كل عام والمسرح بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا للسيدة أسماء الرحمني رئيسة قسم المسرح بوزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة. سيدنا أجدد التحية والترحاب بكل الحاضرات والحاضرين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدة ممثلة وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة، السيد الكاتب العام لعمل الإعلام، السيد رئيس المجلس الإقليمي بالنيابة، السادة مدراء المصالح الطلاب والمركزة، السادة السيدات الممثلين والفنانون والفنانات، الجسم الإعلامي المحلي والوطني، السادة الحضور الكريم. تتشرف مدينة تردانت حاضرة سوس باحتضان فعاليات الحفل الرسمي التي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل في إطار برنامجها بمناسبة الاحتفال وتخليد اليوم الوطني للمسرح الذي يصادف 14 مايو من كل سنة، والذي تكرس بفضل الرسالة الملكية السامية التي تفضل المغفور له الملك جلالة الملك الحسن الثاني بتوجيهها إلى المناظرة الوطنية الأولى حول المسرح الاحترافي في تاريخ نفسه من سنة 1992. وكما تعلمون يعد فن المسرح من أسمى الفنون وأقدمها في التاريخ، ويطلق عليه لقب أبو الفنون. وقد تميز المسرح المغربي بعدد من الفنانين والمبدعين باستقبال بعض الفعاليات المسرح المغربية هنا بمدينة تردانت، والتي سيتم تكريمها عرفانا لها على ما بذلته من جهود مع فنانة تتميز بمراس طويل وتجربة غنية ركبتها عبر سنين مديدة من الممارسة، جايلت مجموعات مختلفة من نساء ورجال الدراما المسرحية والسينمائية والتلفزية. فنانة وديعة وبشوشة لا تكاد الابتسامة تغادر محياها، مقبلة على الحياة أيا كانت الظروف والوضعيات. انتزعتها ظروف الحياة وأخذتها إلى الإقامة بمهجر لسنوات، لكن وفائها لعشقها
لعشقها الفني وإلحاح نداء الوطن وحنينها إلى البلاطوهات والخشبات حتى مرجوعها إلى جمهورها وإلى استئناف التعاطي مع المسرح والسينما والتلفزيون بإقبال كبير وبشغف متجدد. سيدنا غتعطيونا واحد الثقة حارة للفنانة خديجة عدلي. السيدة رئيسة قسم المسرح السيدة أسماء اللقمانية لأجل تكريمها دائما تحت صفتكم بحماس. نشهد اليوم تكريم الفنانة خديجة عدلي من طرف وزارة الشباب تكرمها السيدة أسماء اللقماني رئيسة قسم المسرح.
وخاض معها تجربة غنية وجولات فنية كبيرة داخل الوطن وخارجه، حيث كان في ساهمات ذلك النجاح الشعبي والجماهيري. سباقاتكم الحارة للفنان المتألق محمد نجي. حتى من الكويره، ولكن حنا كنغاضى عند الانتماء
من الانتماء وافتخر كل واحد من افتخر انني مغربي وانني انتمي الى هذا البلد الطيب التاريخي الكيبسي الناجح. كنشكر الجمهور، كنشكركم على التصفيقات، كنشكر وزاره الثقافه على الالتفاته الى من وزيرنا الطاقم كلهم اللي هم احبابنا الفنانين اصدقائنا الاداريين. كنشكر العماله ديال تالودان اللي جينا من الملحمه على هذه الساحه تحولنا الفرصه. كنشكر كل واحد كيمد يد المساعده لكل فنان كيف ما بغى يكون وحدي، كل فنان اللي هو كيخدم قضايانا الفنيه والوطنيه اللي هي كتنمي الذوق الفني. شكرا شكرا، ارجو شكرا بزاف، ارجو تيري بعد هذا اشكر الاسلام والله. شكرا، تحياتي وتبارك الله عليكم. مختلف ربوع المملكه الحبيبه ولحظات الاعتراف والامتنان هي لحظات دائمه مفعمه بالاحاسيس والمشاعر لاجل تكريما الفنان المتالق احمد روداني دخلوشنا لمره اخرى على السيده الكاتب العامه لعماله الاقليم تالودات. And the most important thing is that the situation
بات متعددا على خشبات المسرح وفي الاعمال السينمائيه والدراما التلفزيه. اثرى سجله المسرحي بادوار تنوعت بين الكوميديا والتراجيديا، بارع في اعمال تجريبيه واخرى للجمهور العريض، وكان دائما اداؤه في مستوى تطلعات جمهوره وانتظارات محبيه. كثير من المعجبين وان كانوا يتابعون ويثمنون تألقه في الاعمال التلفزيه، الا انهم يتركون الى عودته الى المسرح بنفس الفضول القوي وبنفس ألقه المعهود. انه الفنان ابن عيسى الجيراني. كلمة شكر
بهذه الالتفاتة وهذا العرفان لأبر وزارة الثقافة وأخص بالذكر قسم المسرح المجهودات قاموا بها وكذلك معالي الوزير وكذلك جميع المكونات ديال وزارة الثقافة اللي داروا هذه الالتفاتة أنهم يكرموا هذه المجموعة الكل اللي أعطاوا الركح المغربي وأوصلوه إلى العالمية وكذلك الجهوة العربية. شكرا حنان على الكلمة الطيبة، وأنا بدوري أشكر الناس ديال تارودان القرماء، الناس ديال التاريخ والأصالة على حسن الاستقبال. أنا كنهديكم هذا الوقت ولكن انتم حنان، شكرا حنان لك هذا الوقت ولجمهور تارودان، شكرا لكم. مكرمنا الوالي، هناك من يشبهه بفيرناندو، والغالبية تسميه زز صغير، لكنه لم يفتح صغيرا بل اشتد عوده وتقوت شكمته وبات رقما ثابتا في الكوميديا الساخرة بالمغاربة، من أكثر الأوفياء والمنشور، حريص على الابتعاد عن الابتذال والاستسهال، اختار الكوميديا الساخرة كمعطية للنقد الاجتماعي وأداة لتقييم تدوير الشأن العمومي، لا يفتر حماسه لمعانقة جمهوره في صالات وقاعات المسارح عبر مختلف جهات المملكة. أنادي تحت صفتكم الحارة أكيد على الفنان حسن البوشاين. عيسى شيراني وسي عبد الله شيشه ما كانت
يعني لما المستوى والحمد لله. كنشكركم كنشكر العماله كنشكر الساده رؤساء المصالح. شكرا تبارك الله عليكم مسكين. ونادي على السيد المدير الإقليمي للثقافة بترودات وباش تحمي الخشبة. السيد المدير الإقليمي للثقافة وأنتم بألف خير وغنبشروا باش نتفرجوا في المسرحية المتميزة.